يلا 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 زد راسي دم يلا 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 زد راسي دم كل يوم نعيش واقعنا حياة والرصيد نزاد هذا كسب دين اللي فايل وجيه المسفرات يا هلا وهلا هلا باللي يجينا يا هلا وهلا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا زد راصيدك زد راصيدك زد راصيدك زد راصيدك زد راصيدك زد راصيدك هات يا جمهور يد اليوم هات من وفى الجمهور والله مرتوينا انت نجم ما تكفيه الصفات كل دام يرفع الابداع فينا كل دام يرفع الابداع فينا زيد 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 راصيد زيد 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 راصيد وانت بعد من ترى قول منيف يلا 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 زيد راصيد يلا 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 زيد راصيد الله يسعدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم. اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد، صلوا على النبي في هذه اليوم الفضيل. مساكم الله بالخير يا أهلنا، مساكم الله بالخير يا أخواني، صح صحين اليوم ما شاء الله تبارك الله يسلمك. كيف أموركم؟ الله يسعدكم. الله يسعدكم، والله أني مشتاق لكم أكثر، لكن انشغلت أسبوع جراح وسافرت ولا قدرت أجي، وأنا أعتذر بعد من أهالينا مشاهدين أن أسبوع اللي راح كنت مسافر ولا قدرت أجي، لكن لكم شوق والله، لكم معزة، وتابعكم بالبث المباشر وشوفكم وأنتم بلياي على قولتهم، مبدعين والله بلياي. الله يسعدكم إن شاء الله. كيف أموركم؟ طيبين؟ اليوم نسولف قبل ما تجي نسولف أنا أمنيف الخطيب اليوم مسجد الجمعة تكلم عن موضوع جميل جدا وحلو، ويشهد الله اني انا جاي من الخرج جالس استمع لنفس الموضوع من المشايخ اللي هو موضوع ستر الله سبحانه وتعالى علينا. ترى ما في فرق بيني انا ولا صالح ولا منيف ولا زيد ولا عبيد ولا انتم يا كل واحد يشاهدنا، لازم تسمع الكلام ذا، ترى الكلام هذا موجه لك انت او انت شخصيا. نحن عارف ان فيه ملايين الناس جالس تتابعنا، لا تفكر ان الكلام هذا لغيرك، الكلام هذا موجه لك انت شخصيا. ترى ما في فرق بينك وبين اللي الله سبحانه وتعالى ابتلاه او عرفوا الناس عنه شيء، سواء بقصد او بغير قصد، شيء مو كويس. يعني مو قصة مو كويس بقدر انه ما تحب الناس تطلعون عليه. ترى الفرق بيننا ستر الله سبحانه وتعالى بس، ولا كلنا والله يا جماعة الخير وانتم معانا، لو والله كشف اسرارنا والله العظيم ما نجلس مع بعض اشهد بالله، والكاميرات ما تستقبلنا والقنوات ما تستقبلنا ولا احد يسلم علينا، فاحنا نتفق ان كلنا سواسي. الله والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول والله لو تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. غير كذا نعمة الستر هذه من رب العالمين، أنا ما لحد حق إنه على قوله. افتح مايك. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام. أقول لك غير كذا طال عمرك نعمة الستر هذه من رب العالمين، فما لك حق أنت يا بني آدم إنك تكشف ستر غيرك أو تكشف ستر غيرك أو إنك تكسر النعمة هذه. الله اللي أعطى النعم والله اللي ستر علينا. الله الله من أسمائها ستير. في طريفة حاجة كذا يبغى لها تفكر. احنا يوم نسوي خطأ ولا نسوي ذنب جالسين نعصي منه الله سبحانه وتعالى، ما نعصيكم انتم يا الأوادم، واللي سترنا الله واللي حاسبنا الله. الله يسترك زين ويجازي اللي يسترك. من ستر عبدا ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني الله يكفل حقك بالستر ما يفضحك، واللي يفضحك الله يفضحه، واللي يسترك الله يستر. شوف حلم الله سبحانه وتعالى علينا. الحين لو أبوك أعطاك سيارة
كهدية ولا أي كان وفحط فيها شو بيسوي؟ بياخذها. الله سبحانه وتعالى تعصيه بعينك ولا برجلك ولا بيدك ولا بأي شيء من جوارحك ومع ذلك يمهلك يمهلك ويترك النعمة هذه عليك ويستر عليك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أول شيء ستير والحليم والرحيم وباب التوبة مفتوح. التوبة ما لها لا مكان ولا زمان. يلا حي. السلام عليكم. السلام يا مرحبا. مساكم الله بالخير. مساكم النور والعافية. يا مرحبا. هلا. يا مرحبتين. هلا والله. كيف الحال؟ شلون؟ طيب. كيف الحال؟ شلونك؟ شلونك؟ وفوق هذا أن الله سبحانه وتعالى يفرح إذا تبت. وفوق هذا يبدل حسنات سيئاتك حسنات. أنا من العام من يوم بديت أطلع في الإعلام وقبلها في السناب ما أذكر أني ادعيت مثالية أو ادعيت أني شخص محافظ. فلما تحصل زلة مني أو منك أو من فلان أو من علان ترى مثلنا مثلكم، لكن الفرق ستر الله سبحانه وتعالى. الله وإذا الله كشف شيء سواء زين ولا شين أو شيء أنت ما تحب الناس يطلعون عليه هذا ابتلاء. ابتلاء للشخص نفسه وممكن تحذير قوي وابتلاء لك أنت. هل أنت بتناقل الخبر؟ هل بتفرح؟ هل بتحمد الله على نعمة الستر أنك ما صرت مثل فلان؟ تسمح لي أنا دائما أقول حط نفسك محل الشخص اللي المخطئ. هل أنت بترضى مثل ما قلت؟ حط نفسك محله. إذا أنت بترضى على نفسك مثل ما أنت ترضى أنك تكشف ستر غيرك. ستر غيرك. في السناب عندي فقرة اسمها صحيح حديث من صحيح البخاري. أسبوع قبل أربع أيام اضطرنا حديث عند صحيح البخاري الكتاب الأصح بعد كتاب الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدائما لا شفت واحد مخطي ولا عاصي حط نفسك مكانه. وش تحب أنت لو أنك مكانه؟ تحب الناس تستر عليك. والله العلي العظيم أنا لو انكشف لي ستر، احنا عارفين ان راعين ذنوب راعين معاصي، لو انكشف لي ستر ما ودي الناس تختفي، ودي اني اختفي مره واحده. فلو جاني ستر غيري ليش ما عامل مثل المعامله؟ القضيه الاكبر انه الان وسائل التواصل والتركيز اكثر بتويتر هم الناس اللي عندهم مشاكل. وش رايك يا منيف؟ اسلم. لما شفت واحد مفضوح وجيت تدافع عنه انت بتويتر، انت صح ولا خطا؟ مفضوح واحد كشف ستره. جميل. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. زين، فضيحه فلان الفلاني. جميل. حلو. او تشهير بفلان الفلاني وانت عارف ان فلان هذا كويس، تجي بالهاشتاج وتدافع عنه، صح ولا خطا؟ صح. لا خطا. ها، واحد يقول صح واحد يقول خطا. لا 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 في الهاشتاج لا، لانك كذا ترفع تنشر. خلينا نسلم على المزيون عقب نعلمكم صح ولا خطا. يلا حي. يا مرحبا. يا هلا. الحمد لله على السلامه. يا هلا. ويا سعدنا. يا هلا. هلا. يا مرحبا. شلونك؟ شلون؟ شخبارك؟ طيب. شلومك؟ ان شاء الله ان اخر مره سنتغيب باذن الله. ما نقوى والله اني حتى شخبارك؟ الله يحبك يطول بعمرك. شلومك؟ طيبين. البارح بعد صلاه العشاء جالس نظرت في الواتساب ولا في مقطع لك يومك تتكلم مع ناصر الغامدي تتكلم عن امك. ايه. والله العظيم اني دمعت عيني. الله يطول. مع اني شفته هذا مره الثالث. الله يطول بعمرك. الله يثيبك ان شاء الله. اللهم امين. ويبلغنا بر امهاتنا. ترى قلت كلام جميل، تقول يا اخي ادعوا الناس اللي مثلي، ويقول ادعوا الناس اللي مثلي لهم بارين ولهم عاصي بينهم بهالوسط جالسين. الله يطول بعمرك ويجزيك خير. خلينا امهاتنا اللي مات منهم. امين امين. ويطول بعمرهم على زود عمل صالح. اسلم قبل شيء ايش تقول؟ انا اقول خطا لقيت هاشتاج بانتشار فضيحه لشخص او ايا كان وانت جيت دافعت عنه، انت صح ولا خطا؟ لا خطا بالهاشتاج نفسه. خطا بالهاشتاج. خطا. ها، ما انا لي تحليل خاص. حلل. انا احس انه على حسب، يعني احيانا انت المفروض انك ما تتكلم الى منك شفت انه التغريدات فيها ظلم ولا في احد دافع، ما في احد رد. زين، وانت عندك بينه، يعني انت عندك دليل قاطع على رد الشبهه هذه رد. اما انك بتقول اتقوا الله ما ادري، هذا يزيد على التغريدات ويرفع ترند اعلى. اذا كان انت رجال ما عندك بينه، لا خل اميت الباطل بسكوتك بترك. عشت. الله يغنيك يا محمد. عشت.
يلا خل خل الآية أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لا تحب أن 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 أنك أنت تكون مصدر الشائعة أو رفعها. أنا أتكلم الآن عن تويتر بشكل خاص، كل ما كتبت حرف كل ما ارتفع ترند. يا سلام. لا تشارك ولا تتكلم، لازم إذا عندك هجوم لازم تسوي هجوم مضاد له بس بطريقة أخرى. أنا أقول لك لو كان على 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 الواتساب ولا على سناب ممكن أنت تحط مقطع، لكن في التويتر ابتعد كل البعد. ليش؟ هذا مكان رذيلة يا جماعة، هذا هاشتاج، هذا مكان رذيلة. الله بكرة بيحاسب أهل الرذيلة هذول كلهم، أنت تكون معاهم. الحين يقول لك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إذا الله غفر قال ما أجلس عبدي في المكان هذا، ما جلس الناس ويذكرون الله، قال ما أجلسهم في المكان هذا، قال يا رب يذكرونك، جالسين عشان يذكرونك. قالوا اشهدكم يا ملاك إني غفرت لهم، قالوا يا رب فلا جاي عشان حاجة، مو علشان ذكر الله. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، رح يا الله رح معاهم يا الله. فحتى في مجال الشر، هذا مكان مجال شر، ابتعد. وإن شفت ظل الناس بارك تعسه، بارك تعسه، إن شفت ظل الناس بارك تعسه، ونجنبك شر المخاليق خله، هذا بيت قديم وله قصة. فهذا ظل يعني اجتماع ناس واجتماع على شر، ابتعد كل البعد واسأل الله العافية. اسأل الله العافية. أنت يلي تشاهدني وأنتم اللي بجنبي وأنا أنا واحد منكم، تحب إن 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 الله يكشف سترك في الجوال ذا وش صار فيه؟ أحد عنده استعداد يقول هذا جوالي من شريته من سنة ولا سنتين، أنا ما عندي مشكلة يكشف الغيب ويدرون الناس أنا إيش سويت ولا وش شفت في الجوال هذا؟ ما حد يحب الشيء هذا. صحيح. الله سبحانه وتعالى هو اللي سترنا، وإذا الله سبحانه وتعالى ابتلانا وطلع شيء ما نحب إنه يطلع اسكتوا عنه، لأن الأيام دول. بكرة أنت اللي سبيت الناس. صح. وتكلمت فيهم، ترى بكرة بيتكلمون فيك. سلام يلا حية. ما تسنها نظراتي هذه ما جيت. لا والله من نظراتي. طيب. الإنسان اللي كان الناس يرسي يا رتي. وأنا صارك. طيب نسترح. فرق نظراتك. بتأكد. فحبينا نتكلم في الموضوع هذا بكل حيهما جاب. حيهما جاب. أنا متورط عزبتي جيبها فوق. فوق وين؟ هناك. أنا أشوفه من اليوم يسرح يناظر هناك، وش وداه هناك؟ جلسنا قبل يومين فوق وبلشت بعد استنزلت. وعلى حطتها؟ على حطتها. طيب والحل؟ الحل طال عمرك جيبنا هليكوبتر، نحتاج لنا هليكوبتر نجيب. هذا ما أدري الظاهر عندهم. فحبينا نتكلم عن الموضوع هذا يا جماعة الخير، إبراهيم ما هو. أي والله الله يجزاك خير، الله يجزاك. وما أدري شو نقول يعني، إحنا ما ودنا ما ودنا نخصص الناس بأسماءها، ولكن شهادة حق أقولها وأنتم تعرفونها، والخواجي مو في البرنامج طلع يشهد الله إنه من المحافظين على أهم الصلوات اللي هي صلاة الجمعة. أحيانا أجي بدري، وإذا راحت عليه نومة أو كانوا هم معذورين هنا بالبرنامج، والله إنه يضايق يقول ليش ما حد صحى. والصلوات الخمس أنتم شايفين، انتم تعرفون خويكم اخر الليل. اي والله ونعم والله اخر الليل، والله انه والله انه اخر الليل عند محل الدواليب، ما يصلي بالهنجر ولا شيء، عند الدواليب ومحافظين عليها كل يوم من يوم. بذمتكم الكلام ده والله حلف بالله ان الرجال راعي صلاه الليل بعد، راعي صلاه الليل. انا فبشره بالخير. انا بعطيك كلام هذا في ذمي. السلام ورحمه الله وبركاته. نجيب المايك هنا لان ما دخل الوقت. يا مرحبا. هل 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 يلا حي شلونك؟ طيب شلونك؟ الله عافيك. كيف الصحة؟ شلونك؟ كيف الصحة؟ الله عافيك سلمك. أنا أبو عزام ولي هنون الربع بيعطيك كلام في ذمتي. ها الرجال طال عمرك قبل شهر أو ثلاثة أسابيع، والله ما أدري هي على الهواء ولا تحت الهواء، لكن قال لي أنا وبندر علي إن شاء الله تسمعون بشارة خلال أسبوعين ولا مثلها عن إسلام الهندي حق ريست نايت. وفعلا الأسبوع اللي فات أبشرك أسلم على يده قبل وائل، قبل يطلع بيومين أسلم علينا. ما لقنا الشهادة، دعاوى الإسلام. الله أكبر. الله أكبر. وأسلم العالم. وعاملوه زين، لا تعاملونه زين، انتبهوا لا تنتبهوا له. أشرب بالخير. ما شاء الله ما شاء الله. أشرب يعني هذه صفات الواحد كل واحد يتمناها. الرجال أسلم على يده، عامل. هذا أولاً، ثانياً راعي قيام. لأنه جاب فقرة هنا أسلام المسلمين. واتصل واتصالات ماكر قيل الشهاده اسلام المسلمين يا حبيبي.
والله تنك يا يوم ممكن ممكن المسلم يسلم متى؟ شفت ابراهيم عليه السلام وابن اسماعيل الله ايش قال؟ فلما اسلم وتلوا للجبين هم هم مسلمين الله يسعد امك التسليم ايش رايك؟ فلما اسلم طبعا قالوا المفسرين انهم سلموا التسليم التام وتلها للجبين يقول والله ناخذ السكين صادق والله نحط على رقبته اسماعيل صادق اسماعيل اسماعيل ايش يقول ابونا ابراهيم يقول يا ابتي طبعا عقب ما قال افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ما قال اني انا قال ان شاء الله كل شيء مشيئه الله فحنا نقول انا تفكيري زي تفكير ابو فنقول ان شاء الله ان شاء الله نوائل من الخير ان هذه اعماله بإذن الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى وما يدري وأنا أقول لوائل وأقول كل شخص منت أحب عند الله من الرسول عليه السلام الرسول عليه السلام اتهم بعرضه أقوى ترى تتهم بنفسك أهوى منك تتهم بعرضه سلام مرحب ترحب المر هلا يلا عندنا كل خير اليوم شلونك طيب الله عافيك شلونك طيب كيف الحال يا جماعة خلينا نشوف الأسر المنتجة الأسر المنتجة طبعاً والمسي بالخير أخونا عبد الرحمن المطيري الله يذكره وراشد القحطاني وإن شاء الله أنهم بداية الانطلاقة إن شاء الله وهم مبدعين أصلاً ومثلهم ما يوصل أبواب رزق بعد ما شئت الله سبحانه وتعالى نفتحها لبعض الأسر بهذا البرنامج بهذه القناة ما شاء الله تبارك الله اليوم هلا بهالصوت وهالزول هلا 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 ولاني بنايم بس اني عادي انشغلت بكم شغله الله يعينه افتح مايكك لانه مخصم عليك 50 لا والله هلا 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 والله لا والله مسوي عزام مسابقة واحدة ترد عزام ما شاء الله يومك طيب لبيك ما يحتاج مايك اي صح مش صوتي ما شاء الله اي والله ما شاء الله الله يسعدكم وتقعدون غالي وانا والله فقدتك ولكني سافرت لدوله راعيها بيجي بعد شوي والله سافرنا عليكم طيب محمد عثمان مايكك طافي ايش نسوي والله شغل ابو عزام والله العظيم شغل اقول سافرت لك لدوله النبرك ويجينا لا والله جيتكم يا اخي لا 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 اروح اسوي والله اني صاد طيب راح اظهر يبغى لها مو بطاريات انا يبغى لها بطاريات طيب يا جماعه الخير يقول لك الكتاب بين من عنوانه الله الله هذه اول اسره عندنا نكهات لجين الله اكبر انا احب الابداع هذا وشو مكسرات لكن حطوا فيها ابداع لا ابداع في التقديم ولا ابداع في النكهات نذوق النكهات ونعرف وش السالفه خلنا نفتح الورده شباب ساعدوني ترى ما اعرف اقول لك الحبيب هذا تحطه في الاستراحه ترى خلا تدري خله لا عشان التصوير يطلع لك تجلس انت والشباب تقول وين من هنا عبد الرحمن ابتعد ابتعد عنك النص في النص شقها مير والله العظيم ها يا عيال اقول لنا هنا اقول كم ذيك تعال طق كذا اي زي ما يقول بس يقول هنا بس تدرون استريحوا انا بوزع عليكم استريحوا لا بدون استريحوا لا والله لا والله وات الله استريحوا يا عيال تقهوا ايام الله خير خلني بس اعلن الاسر ونتذوقهم يلا كل واحد ياخذ النوع يلا يا عيال ترى الشغله ذمه وباب رزق تفتحون المسلمين ممكن هالمسلمين يفتحون ابواب رزق لغيرهم الفستق الظاهر ما ادري عاد هم حاطين لنا نكهاته ولا ما في الا مالح واضح الملح فيه نيف نيف صالح لا تاخذ طيب يا جماعه الخير لا تاخذ حراق هذا الاحمر لا ما في حراق في حراق ويضره رايق انا كذاب الله بحراره شوي عليك شو حتى حمص لان مليانه فل
اي تنحط في بهارات حق سناب حق ببغاءات. سعد السبيعي شكله افتح المايك شكلهم حاطين بهارات الغربي ها كي؟ يا اخوي انا عندي لهم حل يكسرون حقه المايك يخلونه مفتوح يكسرون مدري انا مايك شلون اعطوني مستلم الحين شوف شوف سعود نبيه مايك شلون الحين ما عليه امور زين ما قالوا شيء عنه روح ولا صدق روح لبين روح يلا يبونك يحبونك واجد يا حماد انا اشهد شهادة حق انك هاتهم حلوه جدا هذا الفصفص هذا الفصفص شوف الشكل جميعكم السلام هذا من نكهات لجين وان عندنا اسر اليوم وارد فما نقدر نطول الحب هلا هلا والله كيف الحال شلونك طيب كيف الحال بعدين حط الكاميرا عليهم بعدين يا ابو عزام شو الفكره الابداعيه بندر ثانيه 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 الله يرزقهم ويرزق كل مسلم ثانيه بندر خليه اسره دقيقه لا تعالين نكهات اللجين تعال بندر يلا ثلاث خمسات ستة ثمانية ثلاثة ثلاثة تسعة خمسة عبد الله طيب والله طبعا طيب. الناس اللي 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 يضيعون ارقامهم الحلقة كلها بعد ساعتين ثلاثة تنزل في اليوتيوب فتحصلونها باليوتيوب حلوين كيف شغلهم يا شباب؟ عز الله انا طيب شهادة حق شغلهم ممتاز طيب برضو عشان عشان اكون صادق شوي الاسرة هذه هذا الاسرة هذه بقدم لهم نصيحة خصوصا المنتج حقهم اللي زي كذا في مكينة شفتوا اللي تعلب الفصفصة اللي بالبقالة والبريال ترى ما هي غالية يعني كثير يعني مقارنة بالشغل اللي بينتج بالشكل هذا هذولا عندهم خيارين يعني يشترون لهم مكينة ويعلبون هذا بكياس سهلة الوصول للناس أو يروحون لهم شركات تعبئة وتغليف يكتب شركة تعبئة وتغليف وتعطيهم منتج هم يعبون لك ويعبون رخيص يعني مرة رخيص والله يفك وزام لبيه ترى المقصد من هذا ما هو انه كذا اللي يبيعونه هذا للحفلات والعزايم وال... هذا حق المباريات اها ما هو مقصد انه ترى الفصوص بس عرض بالشيء ذا جايبين منهم انا الحين اي بس بس برضو حتى لو حطوا منتج يحبوه منتج خاص يعني اي للبقالات وكذا ايه برضو الاتحاد مين صنع عرز اكثر بس بلاش احنا اقروش طيب الاسره الثانيه يلا هذا خذوا عندكم خلاص خذوا 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 عندكم دندنوا كل الفرقه احنا مسولفين يا اخوي ها ما عاد احنا مسولفين ما عليه خلص يا من خلص اعلانات للاسر طيب عندنا الاسره الثانيه الاسره عندنا الاسره الثانيه الله يكتب لكم خير طبعا يا جماعه الخير حتى اللي يتفرجون علينا ودهم بسوالفنا وكذا وحنا جالسين ناخذ من وقت البرنامج الاسر المنتجه احتسبوا الاجر فيه اي والله احتسبوا انه جالسين تنفعون الناس فاحنا عارفين انكم بعضكم يقول لا انا ابغى سوالفكم ابغى قصيدكم ابغى اليوم نبي سامري يا منيف لا هنا الربع الحين شوف هذا شكل شغله واضح انك تسلك يلا يا مخرج عطني زي ما انا زي ما زي ما زي ما انت يا اخي شوف شوف الابداع كيف هذا وش هو مره اشوفه وين بندر علي هو يعرف الحركات ذي هذاك هو متصرف مضطرف وش هذا؟ الأشراف الأطراف مالتيزر ايش تقول؟ طبعا ليش قلتك انك انت تكي اخو شهر هو الولد كبوي كهرب 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 ايه حار لكست وعلم والله صدق اي والله مالتيزر وشو؟ مالتيزر لا ما هو تيزر هذا اول مرة اشوفه ذا نوع من الفاكهة اول مرة اشوفه والله نوع من الفاكهة اسمه بوت وشو؟ ممكن توت لا ما هو بوت هذا انت شوفوا يعرف حصوه وش؟ هذا بوت وانت زحد بطوف ماني موريك يا شيخ لكم اللي تبون اذا سعد عرفها اتحدى هذا بوت من منتجات الجبل الاخضر وشو؟ قل اللي قال منتجات الجبل الاخضر شرحك سنة طيب كيف طعم؟ الاسره محمد عثمان هلا روح يبون اليوم بكبال انت محمد والله اني احب الفستق ها شلون افتح هذا طيب اوكي حبيبي فستق بنعاونه طيب دقيقه مالح ولا ليمون لا عادي عاونه يا بابا اقول لك مالح ليمون تقول عادي خلاص زين اسمع لك عادي يا عز تدري اني احبك تروح زانت الايام يا لب قلبي خلاص لا باس ولا صبر لا هذا لا خله شوي هذا خله لا شوي كيف
أسرة ثانية أبغى. خلاص هذا. قلت ترك نحفت يوم دخلت البرنامج. بدك. شوفوا هذا لازم نفحصه من داخل طبعًا. هو شو بسكوت ولا كيك؟ تشيز تشيز كيك. تشيز كيك؟ لا مو تشيز هذا عارف يا حبيبي. أما. بس هذا يبغى له شيء نقطع به. على العموم أنا أقول إنه مش شكلنا كويس. وهذا أبو شغلات غريبة. نظبطه. لا يا حماد. عندوق هذا الليل داخل شوف. هذا لازم نجربه ذا. جربه جربه عطوه. ما شاء الله. هذا حاطينه في الثلاجة لين. ثلاجة؟ يا مسعود. شباب جربوا وجلسوا عشان الكاميرات. لو كنت. يحصلونا. الله يهينك. يا حبيبي. لا إله إلا الله. الله تقلبوا شيء زين بسم الله. والله إنك حمود أنت. إبداع صراحة إن شاء الله مبدع. وين؟ ما شاء الله. هات هذا لك. أغطى حقهم وين هذا هو؟ أنا أقول عندك فنجان تقول لي. هو قول. أمسك. هذه. هذيك. الأسرة اسمهم. أوثي. مو هذا. السلام. توهي. توهي أتشخر هل. توهي. وين وين؟ سويت. توهي سويت. اسمه توهي. توهي. والله إنجليزي صالح. سعود ها وش تو هي هي شوفوا الأسرة هذه حط عليها يا هي تو هي أو تو أو تو 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 شو اسمها أشوف شو تو يلا تو 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 سويت لأن الإيه اللي في الأخير صفر صفر خمسة ثلاثة اثنين اثنين تسعة سبعة سبعة ستة ستة هذا قهوة والله غنيك ما فهم أوكي مضبوط الله اكبر توهي توهي ما عنده سويت توهي توج ترى انجليزي انا اعوذ بالله اخرع تمر هلا 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 وغلا هلا حبيبي هلا والله شلونك طيب كيف الحال توهي سويت توهي كلمه هنديه ترى يلا خذوا عاد جربوا ولا شوفوا شو هو حل طيب الشمس شويه بعزه مر على الشباب خفيف مر على الشباب بعدين اضعها اينما شئت طيب نشوف عاد الله الله المنافسين المنافسين شغل البهارات وشغل المرقله والله خذ وحده وين لهم شيء ثاني ذول الظاهر النكهه المميزه هم هذولهم حميد ما اشوف وين خلهم هم يجيبوا هنا اعلنت الناس منافسين ها خلاص استاهلون منافسين هي شو مشكلة رزق على الجميع هذول بيعبون يجيب يجيب أبغى نجيب يجيب أنت نافس على الخير أنت نافس على الخير والرزق عند الله نعم لازم ننبع على هالمسألة يا أبو غربي بس وذا زبادي برضه الله يرحم والديك أوه اصبر خل عرض عرض وش عرض إيه نعم نجيب لكم يا ولد الأوذي خلصنا نقوم كلنا وش الجريشة أوه ما شاء الله تجيب على الصحون اصلا هذول رايين برات يعني فاكيد تلقاهم مميزين في الطبخ جيتوني يا جماعه الله يغنيك يا سعد يا حبيبي يا مخرج اشرف احلى واحد واقدع واحد هيجن احويش اللي وراك وشي اعطوني هذا الحاج يا مني يهيضني وانا طيب هلا 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 جد هلا من فلها تدري This is your first hub second hub يا ولد طيب خلنا أين الملاعب ما أدري ليش راح حاطين بخور بس مدري وين هيا هذول وشهم والله طيب هذا على فكرة هذا وغيره هذا غيره سعود أعطيك مجريش يلا أعطني بس خلنا تذوق الجريش مخرج أعطني الجريش يلا بسم الله بيب خوهين مو واحد خلاص دقيقه باكل لكم ثاني خلاص هو غدانا هذا اليوم اصبر اصبر يا رب فيصل يا وي حيا الله خله خليه يشم يشم والله يوم الدماغ اسمع الريح شمون حلو اسمع ايش هذول عندهم خلاص كيف تسمع الريح تكنيكات اليوم كيف تسمع الريح خلاص اوكي خلنا نتابع اوكي اوكي بندر يلا دنجو وش بده يسمون يا محمد وش شباب دنجو قريض بجيكم بجيكم قول امين يا باشا قولوا امين امين والله يلوم شوكراكم شكرا حظ له خليك خليك مع صالح بعد يا اخي المنتجه هذه متنوعه عندهم هذا اللوتس وعندهم الجريش وعندهم طبخات ثانيه ما شاء الله عندهم مجموعه من البهارات تبغى نفحص بهاراته شو
سؤال عادي انت ترى حاضر ان شاء الله ريحه تعرف خلونا انا وبندر نبرد له شوف خليني نبرد لك اصبر حلوه وقتها يطيح بالبطن يا ولد ما شاء الله تبارك الله سعود يطيح بالبطن هاي لا تخلونا بقولي بس اهم شيء طيب والله هذه مجموعه من بهاراتهم اللي عند الليل ما يخلص عندهم بهارات هندي وبهارات مشكل ومجموعه من البهارات الله يرزقهم حط لي هنا ترجع مين انا باكل النص هذه شغل منزلي اي والله سجلت منك 053 وجهت لي رجال 88 ايش هذا 50 53 8 مضبوط يا جماعه الله يوفقهم وهنا برضو حاطين احدى البهارات حاطين فيها ملعقه بعد الله يوفقهم ويرزقهم يا رب الرزق الحلال الطيب يا مجيد يا لبيه والله لا يقول ايش تبي الصراحة انا زعلان عليك يا دحية افا ايش ماني ما سمعت صرف رضاك قم يا سعود هذا الصمت تبلغ من الكلام والله صدق حمود انا اشهد عبد المجيد يا لبيه ابشر في ملاقة في ملاقة يا مشكلة المشكلة تحق عليها قم هذا الحالة يا جماعة حق نفس الاسرة ايش سمو اي هذا هذول قال ام ماجد اللي هم النكهه المميزه للاكلات الشعبيه النكهه المميزه للاكلات الشعبيه ما شاء الله تبارك الله عندهم قشط وعندهم حنيني وصبيب وقرصان ومرقوق وكريش شوفوا الحالة اللوتس كيف ما شاء الله تبارك الله انا طيب انا بعاونك اذا المقصدر ذا احس انه وراك اي حط ليها حط ليها فوق حط ليها فوق احس انه وراك طبعا الاسره الذكيه اللي هي تجيب وجبات شتويه في الشتاء واشياء صيفيه في الصيف عشان الموسم تجيب لي شيء فيه سمن مع الظهر زي القيظم اللي بياكل انا اشهد هذا اكثر شيء ابداعي وش ذا؟ تقول لهم ها؟ تو بتشوف تدري ولا لا؟ ما عندنا ثقافه فتح الهدايا اي يا رجل ليش؟ حرام عليك لحظة لحظة هذا 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 رز إذا ما خاب ظني فيه حاجة لا لا هذا حميني أو حاجة زي كذا لا والله أنا صاخن يا صالح ما تودع أوه شو اسمه مش عصيدة عصيدة لا لا عصيد لا لا عصيد تعالوا تعالوا شو وش هي العصيدة ولد ولد لا إله إلا الله هذا وش وش عصيد عصيد شغوثة ولا عصيدة ولا عصيد هذه عريك عريك أي كلام عليك وش عرك راس العدو ما هي بعريك هذه ما بعريك لحظة 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 سعود تفضل هذه مشغوثة مشغوثة سمرة خذ العلم مني عصيد مشغوثة خذ العلم عصيد مشغوثة جرب جرب مشغوثة مشغوثة مشغولة ولا ما مشغولة مشغوثة مشغولة ها سعود هذه ما هي مشغوثة عصيد يا جماعة اسأل حسين هذه من اقرأ هذا عني الجنوبية كيف يا شباب؟ والله طيبة طيبة تعال الله يرزقهم هذا شغلهم مين بينقل عن وجهي حار قوم لا قرب لي يا ولد طيب. انا اذبح عند الشيء دقيقة اللي لا لا ما سكر ما عليك يا ابو مخفي ما ادري والله يروحون هذه وخرج 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 مالينا نجرب وشو هذا ظهر البخور وين مجيدو؟ شوف هنا عندك صالح لا هذا خلينا نخلص موضوع الريج ذولا احسك بعيد انا حد فاصل لنا عنك طيب شاورما يا ضيف انا حقك الجزء ولا تخطئ ولين وين تسفر ما عندنا مانع ما عندنا فيك لا تسرع ولا تبطئ اهم شيء تروح وخاطرك قانع لو حيلة اللص تغلب حيلة الشرطي قناعه النفس محسوبه على الله الله الطيب ايش يقول في شاربي ما هو تحت ابطي ولا قيل اسرع ما هو متسانع صدق مجيد اللي اعطينا فلا غير الله المعطي ولا منعنا فلا غير الله المعطي طيب برضو هنا عندهم شغل هذا 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 اتوقع انه شيء مميز هذا مشكلة شباب أنا شبعته لازم أتذوق سويتي تر والله عنك تذوق أيوة تذوق ما ليه بسم الله ما شاء الله والله طيب أوه يا صالح وشو اصبر 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 وشو يلا هذول الأسرة اللي بعدهم على طول شكرا شوف صالح من نفس الاسره ولا اسره ثانيه؟ لا لا هذا هذا اثير سويت لا لا سويت لا لا اثير نفس هذا لا مو نفس سلوح لا سويت اثير سلوح هذا في المطار شوف شو هذي طيب دقيقه قصدك في المطار احط هذيك اللي تزيل وانت شوف يا عم يلا سوي احطها يا مخرج تعال تعال اشوف سوي سويت 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 صالح سويت سويت بس مدبوله ايوه سويت سويت سووو
وي سوى وو تتتت ثمانية تعرفه والله اكتبه كذا والله ها خلاص صلح له جيب صفر خمسة صفر خمسة خمسة صفر صفر ثمانية ثمانية صفر تسعة ثمانية يا رجل سجس يا عيال لا متعلم ثقافة فتح الهدايا متعلم ثقافة دقيقة دقيقة هذه سعود سعود قدع لنا عشان ابشر 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 سويت اثير سويت اثير هذا هذولهم صح نفسهم سويت اثير ذولا كلهم حلو يبقى عندنا بس البسيط نفس الشيء والله حطهم بعدين اوه اثبات الله انا بطق معاك انا توقعت كبه يو هذه اكلت منها عليك مفطح يو لب وين وين قهوه صالح هذه فراوله وانا كان رجل سعيه مكسيه بالشوكولاته فراوله ملهلمه بالكوكاو ملهلمه يا رجل هرستها محمد عثمان تعال بيك تعال طيب ابشر والله عظيمها طيبه اعزائي المشاهدين هنا ترون الفراوله اللي متغلمطة الفراولة بالكاوكاو اصبر خلنا نطلع لكم هذي بالكاكاو مو كاكاو كاوكاو اعواد اعواد الشوي هناك اخ خسارة تنزلها كذا لا اله الا الله وحار ينزل لك خلاص حلوين يربيه سم حلال محله الله عليكم نبيه يا لا عبد المجيد يا اخوي الشيخ ناكل وناكل قال لنا نقيم وحنا ناكل الله يسعدكم يا شيخ الله يرضى عليك كبل عليك حبيب حمود والله العظيم عجيبه طيب بندم دار العلي فرش يا الله والله مقامك يا ما شاء الله يا ابو غنى ما اسلمك حتى هذا به فراوله على قولك جمول فلاوله هاك يا شباب شبعنا قد ما نبي قهيه وانا شبعنا حكى بندر سويت اثير كنت شوي شيء ينحى سويت اثير يا جماعه بشهاده صالح الزهري صالح 100 100 اطلبوا عندهم الفراوله بس اصب لي ترى يوم يوم المتسابق يمدح شيء ولا يحب شيء كل محبين يروحون يشترون زيه سويت اثير والله ما شاء الله 5 5 جامد 3 4 0 1 5 3 واحد سويت اثير للاكلات الفراوله الله يجمع يا اخي بين الصحه انت بتخربها وتاكل شوف صح 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 اكل شيء صحي معي الفراوله غنيه بفيتامين سي يا رجل يقوم تروس ترس فيتامين سي طيب خلصنا من هنا بندر رايح عند الجريش بندر وبيتك اليوم باقي ايش باقي يا ابو فيصل فيصل اي باقي حقين بخور قول للناظر خلاص ما يرب حتى اللي قديم ماكلهم منهم والله يا جماعه ترى انا قلت اليوم بسوي لكم كشته وطبخ ونفخ وكذا بس قلت الاكل ذا من بياكله والله كشته والله صحينا ذي انت تشوف يلا اطلق كشته طبعا بما اني متعود على فك الهدايا ما شاء الله عليك اعوذ بالله والله عندي هدايا صار شهر ما فتحتها بسم الله ما ادري وش انا ظاهر تقول انت متعود في نفسيه مع الهدايا يلا راح ترى عندي خبره الله 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 كل ما تفتحوا شيء وتسوي له ترويج هذا بخور مبثوث ودهن عود دحوم هذا بخور العرايس كاميرا بخور العرايس هذا مش لنا هذا لا 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 قصده العرس يعني هذا تولعون عليا عشان الربيع ومضعهم مبثوث الشوف هذا استريح 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 وابل شلون هذا بخور ام مشعل لبيه وهذا كان خلينا نشوف الملكي ها لبيه يلا مخلط عرايس خالتي ولد خالتي حبوي دله هناك نعم دله دله طبعا الطيب هذا نجيب له الطيب ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حبوا لي من دنياكم وش اللي معك يا محمد الطيب والنساء حليب مبخر فالطيب الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحبه لا. هذا حلو البيوت بعض الناس يحطون المساجد مو زين بحط هنا مو زين لا مو فرجات خليني هذا طال عمرك طيب بيت لب في فرق بين العود وطيب البيت هذا طيب بيت هذا طيب بيت ويستخدمون النساء اكثر من الرجال حط ورد الطايب وهنا مسك والله يعني منتجاتهم متنوعه صراحه صراحه شيء مرتب خلينا نشوف المسك المسك هذا الله. هو اللي يحطون له الشعر الخمريه ولا ما له دخل انت الفراوله محمد عثمان الغزاله اتوقع صح
وإن تفقوا الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. أنا شوف بح خليه برد بس. شيء حلو. هذا حلو. هذا طيب. هذا الشيوخ ما يجي. خلط الشيوخ يعني في عندهم أشياء رجالية. تطيب وتطيب وتطيب. شوف يا بعزة. عود إذا أنت تحب العود. صب هذا بنطيف وين اللي قبل شوي يا صالح رجعوا شيوخ ها وين الفرالوه الفراوله فرالوه فرالوه طيب الله يلا يلا ورد الطيب حط حط اي حط هنا بالله وين ورقتهم وين ورقتهم ما شاء الله ما شاء الله وين البخور هذاك نحطه عشان شوف هذه منتجاتهم بخور العرايس وبخور ما ادري وش وهناك عند الشباب البخور الملكي وهذا بخور الشيوخ ومسك ودهن عود وهذا حق مشعل ولا هي أمرهم مشعل المهم الله يرزقهم الله يرزقهم وهذا ايوه طيب طبعا المتسابقين تذكروا بيوت وقت العيد وقت الغسيل والتنظيف ام مشعل ام مشعل للبخور الدوسري جميع انواع البخور والرشوش والمبثوث الملكي للتواصل والرشوش والرشوش جميع انواع انستغرام ال بي 50 مدري كم الجوال 05 03 76 3903 خلصنا الحمد لله والله يرزق جميع المسلمين لبيه والله هذا جاهز لي وين باخذ اللي يبغى ياخذ خذ اللي تبون بس ما عندك ولا حلالك اللي زي كذا اللي مليانه حليب شلونكم مع ها شغل شغل بالله عليكم حطه مليك طب والغد يعني ما انت غدا حطه مليك ولا غدا بلا هذا انت غدا خلط الشيوخ معك وين هذا صغير لا ما اخذ شيء اخذ احد الشيوخ يمكن ما اخذ شيء ما اخذ شيء ما اخذ شيء ما اخذ شيء ما يجي مستر ما يجي مسجد هذا انا ما يجي البخور البخور ايه بخور اي عادي عادي طويرش انا شايفه معك طويرش واضح انك دايخ اي يا رجال والله من قطو ولا ما قطو وين؟ قطع دجاج سعد سبيعي اوه شايفه معك نو ها تاكد ام هو معاه الله يهو يريج من الدماغ الله ما شاء الله شغل الله يهو بالدماغ الدماغ اتغير بالمخيخ الحمد لله داخل الدماغ انا واجي بعيني يوم قبل يا رب اشيله بالثلاجه هذه والله على كيف امورنا هذه اشيله بالثلاجه ما شاء الله تبارك الله الله يغنيه هذه للمسجد كلها مسجد ها؟ عندي خبر من هي وين الفراولة؟ صالح وين الفراولة؟ أنا أتحدى إذا بقى شيء في الكرتون لا بقى خير إن شاء الله لا لا بعدين بعدين يعني عطى نص ساعة كذا ساعة فيه محل أكلت منه قبل أمس أيوه يسوون زي كذا يعني حتى الأسرة هذه إذا يبغون فكرة إبداعية زين ودعواتكم تأخذون الأعواد الخشب ذي حلو؟ وتبغزون هذه حلو اسمع الشرح وتحطون وتحطون قطعه موز تبغزون يعني تدخلون العود في منتصفها وتحطون قطعه من خشب مع عفمه المهم يطلع العويد من اي حطوا عليه قطعه موز وبعدين حطوا فراوله عقب موز عقب الاهل مو بابا كوكاو هذا والله يطلع ما يخبر بدما بسم الله هذا اللي بعذرك انا قلت كبه قلت ليش هذا هذه طويله وحلوه المرات الثانيه والله فوق اخرين كذا ها ابشر نتحرك يلا خله شغله انه بلاي باك لا ما نبغى بلاي باك نبغاه حقت مني في اسمه لا شغل شغل تحرمون حماد يا حماد لا يا حماد يا حماد خلنا بسام والله ترى سامري يا عيال يا حماد شغله يا حماد يا حماد حقت الريلاكس سامري لبيه نبي يا قلب لا تحزن وشو بلاي باك لا نبغى بس ما في احلى من الشيء اللي انتم تقولون مصور دقيقتين بس قوم يلا يا عيال شيلوا ما بقى حمل تزيد هذه عمارة نزاف يا ديانها يلا قوموا صفي 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 يلا يلا ان شاء الله ما نطلع اليوم اللي مشغلينه ابشر هنا نصفوا هنا والله هنا هنا
يا خاطر الخطر كان احسن من خاطر كش شيلو ما بقى حمل ذيت يا ليش طاير حمل ذيت عندنا يلا يا عيال شيلوا ما بقى حمل ذيل يا عيال شيلوا ما بقى حمل ذيل ويا عيال شيلوا ما بقى حمل ذيل يا عيال شيلوا ما يا عيال شيلوا ما بقى حمل الذيل يا هذه عمار زافية ديانها بقى حمل الذيل وهذه عمار زافية ديانها وهذه عمار زافية ديانها في أهديانها وهذه عمارة في أهديانها وهذه عمارة في أهديانها وهذه عمارة في أهديانها وهذه عمارة في يا نها وهذه عمار جاذي ديانها عاش 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 نبي الثانية أنا هذه ما نحاول منها لبيت أنا كنت بلن نلعب سامري لكن جت عرضة ونعرض بها الحين ناجدي شامات لابو تركي واخذها شيخنا ناجدي شامات لابو تركي واخذها شيخنا ناجدي شامات لابو تركي واخذها شيخنا ناجدي شامات شاقها عقب الاطمخ شومها واخبرت عن شاقها عقب الاطمخ شومها واخبرت عن شاقها عقب الاطمخ شومها واخبرت عن شاقها عقب الاطمخ شومها قصرين شوم القومها بالهنادي قصرين شوم القومها بالهنادي قصرين
انا لا بديش المراكب هذا سوقها لا بتيع وجا المراكب هذا سوق انا لا بدي سوق المراكب وهذا سوقها لا بتيع وجا المراكب وهذا سوقنا لا بدي وجا المراكب وهذا سوقنا بيع والارواح بالسوق باورهم نجد شامت لابو تركي واخذها الشيخ عاش عاش قم 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 عندك ما عندك استريح استريح هات الجمر محلك محلك الجمر الجمر هات الجمر ابو سليمان وقاعد سعد صف لو صف تعال تو من هذا عبد الرحمن ولا صف اجلس بس اجلس بس برايح شويجك برايح محمد قم مهلا بجاك هذا العصا اجلس اجلس بس اجلس هنا بس من هم مهلا بجاك صالح من هم مهلا بجاك قلب ابو سليمان وقادي الهموم هذا بجاكي احلى احلى من هموم هذا بجاكي قلب ابو سليمان وقادي من هموم هذا بجاكي من هموم هذا بجاك الله قلب ابو سليمان وقادي من هموم هذا بجاك الله من هموم هذا بجاك الله قلب ابو سليمان وقادي Yeah, now.
النجوم من فوق الأرض وإذنا وياه في حياة النجوم من فوق الأرض والنجوم فوق الأمطلة ليتنا وياه بالخوف والغيوم من فوق الأمطلة والغيوم من فوق الأمطلة ليتني وياه في دارها والنجوم فوق الأمطلة والنجوم فوق الأمطلة ليتني وياك في الريدة والغيوم فوق الأمطلة والغيوم فوق الأمطلة ليتني وياك في الريدة والنجوم فوق الأمطلة ليتني وياه في مسقط والغيوم فوق الأمطلة والغيوم فوق الأمطلة ليتني وياه في القرية وابويا وناشب المعنى وابويا ناشف المعنى ليتني وياه في القرية وابويا ناشف المعنى الله يعطيكم العافية الله يعطيكم العافية هيا يا رجلتك وتقول قايل لكم خلوها على فاعليته ليه قلنا لا قلت ابو كاتب قبل شوي اقول خلوها على بها اخوك يا عوني ليتني وياه في المذنى ليتني وياه في المذنى والغيوم من فوق الأمطلة والغيوم من فوق الأمطلة والنجوم من فوق الأمطلة والنجوم من فوق الأمطلة والنجوم من فوق ليتني وياه في كل بمكان ليتني وياه عيني تفجرتن هذا طبعا هذا تحدي ها دائما الصوب بينهم تحدي تحداكم تجيبون اللحن ده وعيني تفجرتن وحفراق خلل صد عنها يا لا 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 عيني تفجرت عيني تفجرت وحفراق خلل صد عنها يا لا لا
لا ما شاهد صفوف لازم تحفظ كذا السامري تحفظ على طول حازم واحدة واحدة على طول اللغة العربية يا عمي مستقعد خلاص 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 لا خلاص 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 يلا عد 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 يلا خلني خلني في عيدة عيني تفجر تنوح فراق خلي صد عنها يا لا 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 عيني تنوح تنوح فراق خلي شد عنها يا لا 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 عيني تفجر تنوح فراق خلي شد عنها يا لا 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 عيني تفجر يا لا 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 سامح فديتك ولا ترضى لخلك للمهونة يا لا 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 سامح فديتك ولا ترضى لخلك بالمهونة يا لا 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 سامح فديتك ولا ترضى بالمهونة يا لا 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 سامح فديتك ولا سامح يا زين ويا زين يا سيد ويا زين ويا زين ويا سيدي ويا شمعة وطننا يا لا 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 صعب صعب يا زين ويا زين ويا زين ويا جديد وطننا يا لا 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 وابو جديد طويل ويتعب اللي يمشطونا يا لا 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 وابو جديد طويل يتعب هذا للصبح ليتني وياه اسمع القصيم 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 واحد واحد القصيم ليتني وياه في المدرة يا ابو ذا هذا جاي مع ذولي ولا وش هو هذا جاي مع البخور بالله صدق وش هو هذا مخلط عرايس هذا حلو هذا هن ما مرشوش رشوش عشان شوف شوف خالد يا لا 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 سامري تبينا عاد على الطاري يا ابو غربي ولا يهون الشباب على طاري جديل من اكثر الاشياء اللي شبه فطريه حلو زين في المراه زين ومهمه بالنسبه للرجل هي الجديله لذلك الغير خليجيين طوروها بشكل عجيب جدا فتجد انه مثلا خصوصا اهل الهند عندهم اشكال الجدايل شكل غير طبيعي بشكل غير طبيعي منها المفتول ومنها اللي ويجيك الجديله العريض والجديله النحيفه غير اللي احنا متصورينها اللي هو قرن اللي حق المدرسه غير هذا ففي في في فنون عجيبه حتى انه صاروا يتسابقون عليها مسابقات بالوقت انه شلون تجدل الجديده الفلانيه بالوقت الفلاني مسابقات الجديد الجديد اللي هو قرن اللي هو قرن اللي هو شعر المراه يلف بشكل كذا لولبي يسمونه جديل او الجديد اللي هنا برضه يسمونه جديل برضه يعني العكس عكس والله وايضا الجديد المبروم اللي هو يجدل كامل ثم عاد يبرم يعني اقول لك فنون فنون عجيبه في الجدل والله احنا ما اعرف غير
ثلاثة يقولون بهيتس وهيتس وهيتس وهيتس. اسمع وطبيعي انك تلقى البنيه لما صار عمره 50 وهو مصلع من كثر ما يسحب يوم يصير قوب عذره اسحب. اكبر المشاكل اللي عندنا اللي هو المهادر يسمونه مهادر هونه ترى مو صحي المهادر حق الطفل ذا ميه؟ اللي مهدون به ايه؟ انك تحطه بس مود زي يضبطونه تقل صامولي تقل صامولي تقل صامولي يضبطون والله اني اعاني اضيق هي يا رجل تخيل واحد يضبط كذا حوذي بالله لا بس هو يقول لك ترى صحي بس انه مو تشده صحي بس لا تشده ايه؟ عشان ما يفزز فهم لما يفزز يصير ايوه يقولون له ورعانه ما يمشون زين يمشون معه كيف وين بعذرك مربط ناوي والله عظيم وعلى الطالب بعد تربيط الروس بعد لبيه ليش لا والله ما طقت لا والله ما طقت لا لا هين 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 أول ما ستفتني حيد قلت كنت مؤدب وأنا صغير إيش حليلي الله لا على كيف كيوبك الله أعوذ بالله هذا واحد أنا يقول جوني ضيوف وكنا تالي أول يوم قال في ضيف يقول وجه عند المرة أيام بيوت الطين مبطي أنا ما أدري إيش طر عليها السالفة المهم شكلك تبي قهوة يما العافية تحريبها تحريبها بس لحظة شو الجهة تخبرون البيوت الطير من أول الحارة والبيوت بجنب بعض وكذا والبيوت متشابهة لأن يبنون بيت فلان وبعد أسبوعين ثلاثة خلصوا منه بنوا بيت فلان وبيوت فواحد جايين ضيوف وضيوف حشام وقال زوجته جهزي العشاء وزينيه عشاهم كان متى متى العشاء يقدمونه مغرب بعد مغرب مغرب الوكاد يقول راح السوق وخلص اغراضه والدنيا وباله مشغول يوم جاي طول عمر اثره دخل بيت جيرانهم أيوة. نفس البيت ايه والله يوم جاء حتى الغريفات نفس الشيء والرجال باله مشغول وما درى معها معكاز عصا يوم جاء له ما في شيء والمرة نايمة أسلم. نس المرة طول عمر بالعصا هل فيت اللي ما فيت شيء ضيوف يوم التفتت اللي هي مرة جارة هو ما انتبه ايه يوم شاف مرات جاره وينحاش يطق طبعا وقت نوم المغرب شكلها المرة هذه رفلة ولا بهبلة وطق يروح ويعشي ويجي عند بيته يلقى المرة مزينة كل شيء وما ادري وين ولا علم احد سكت يوم جاء اخر الليل يجي عند المرة قال والله شوف انا سويت لي بلوى اليوم قالت وش قال جيت بيت جار ما حاس به انت وزعلت وضربت المرة الو كاد ينتظر طول عمره ثاني يوم يحتري جاره هم يشتكي عليه ولا يهاوش ولا المرة تبي تسوي مشاكل ولا قالوا ياخذ ثلاث اربع ايام جار ما كلمه ولا كلمه بشيء شوفوا شكله مستحي مني وهذا رجال فضيين بطانه هو رجال كويس ما ادري وين جاء عند جاره قال يا جار والله انا مستحي منك وكذا كذا قالوا وش السالفه قال كب عشاء جيت ذاك اليوم واعطيت مرتك لها عصا حزفها مرتي يا ضحاك جاره شوف شلون ما عندهم شك بفوزهم قال والله ما دريت الا منك الحين والله انها ما علمتني اصلا ويروح الرجال يعلم المراه انت جايت احد قال هذه ايام ضربت قالت انت جيت المغرب لقيت نايم المغرب وضربتني قال ايه اشوف متسنعه هالايام ليش مبطي جاي تحاسب الرجاله ويجي عند جاره قال ابد هاله اخذت لك كل شهر مر علينا بس مسها عطى لها عصا شوف الحين الواحد لو يخطي ولا يزعل لو يمدد على ولد اخوه يمكن اخوه زعلوا كلهم اي من اول يا جماعه الخير والله العظيم شيباننا يسولفون لنا سوالف انه ما صدقها صح كيف الواحد يمون على بيت جاره ويمون على بيت اقصر ربعه ويمون على الحاره كلها والشايب كبيرهم هذا يتكلم بلسان الحاره كلها ولا احد يرد له كلمه ولا احد هالحين اعوذ بالله الواحد حتى عياله نوباتهم نواياهم نفس هذا اللون يقول احد على جاره بختري ونوار احد على جاره صفات محيفه عشت لبيه ابو عزام لبيت حاج انا تغير عندي مفهوم انه اول والحين احنا قبل لا ندخل القاري ايش كنا نقول اول كانوا الطبع الفلاني والحين للاسف شانت الاطباع اكتشفت انه حنا بس اللي يفرق العوامل الدخيله اقسم بالله يا ابو عزام اننا بهالقريه تسننا عيال من اول نعم والله اننا نتهاوش شوف صارت اسبوع اللي راح خالد. هوشه خفيفه خالد تناظر الهوشه تقول ذولا مو بصالحين والله العظيم شفني حلف بالله انها نص ساعه انهم بجنب بعض ما كملت نص ساعه نص ساعه بجنب بعض وحبوا بعض زود الحين الشيء اللي خلانا نتنافر زود ترى الجوالات نعم والشيء اللي التمدن بشكل عام هم كتهاوش تهاوش ابو عزام الله لا يقوله
عندي اي شيء ألف شيء يلهين عن ابو عزام. نعم بس من اول ما هنا الا ابو عزام، الحين الرابع ما هنا الا محمد الذهن، لو تهاوشت اليوم ما ردي اصلح. علشان كذا رب الاسره دائم يحرص كل الحرص ان يكون في اجتماع اجباري وكل الناس الناجحين حتى بعض المشايخ الكبار وبعض الامراء عندهم مثلا وجبه الغداء ضروريه تحضرها غصبا عنك كل يوم، عنده وجبه الغداء او وجبه العشاء او قهوه المغرب كل يوم. تدري ايش هذا وش يصير؟ الاخت لا تهاوش مع اخوها ولا اخو لا تهاوش مع اخوه يدري انتم ليش هنا بالقريه، ومزيك زي العام، العام شويه لتوصل مده اليد، ومع ذلك ثاني يوم انا لما تهاوش معاك واقلط معاك على صحن واحد يروح الشيطان. صح. لما تهاوش معاك وانام معاك بغرفه واحده يروح الشيطان. لكن الان اتعزل واعوذ بالله الورع من عمر 4 سنين حطونا بغرفه الحاله، غرفه الحاله هي والله، ويقدر يستغني عن اخوانه ويستغني عن امه ويستغني عن ابوه ويستغني. لبيه يلا بسم الله. والحمل اثقل يا ابو عزام تدري على من؟ ها؟ على اللي معدد عنده عيال من ذي وعيال من ذي وعيال من ذي، هذا شلون يقدر يجمعهم على سفرته واحده؟ شلون يقدر يجمعهم واذا رجال يجمعهم؟ اي انا اقول لك هنا الحمل اثقل. فدائما اللوم الاكبر على رب الاسره. طبعا في اي مؤسسه او في اي شركه كل الاخطاء تصب على المدير، هو اللي يدير. وكذلك البيت، وهذه حكمه من الله سبحانه وتعالى، ما نقلل من شان النساء لكن هذه حكمه من الله سبحانه وتعالى، ان الرجل عنده اداره اكثر من المراه. بعكس ان المراه، ترى المراه عندها تحمل اكثر من 1000 رجل. المراه عندها تحمل، يعني انت يوم تشوف لك بزر وتعتني فيه ساعتين ثلاثه تطفش، تعتني بالبزر هذا مده سنتين ثلاث سنوات لين يقوم يمشي، قبل 9 شهور وما تنام. شيء يا جماعه الخير، شيء حتى قبل امس انا واخواتي دائما نسولف بالكلام هذا، اقول سبحان الله، الله حط عند المراه عاطفه عشان تتحمل هالبزران. فاخواتي يقولون صدق والله، لانه ما في عاطفه ما تنام الليل، ما تنام كل شوي يصحى، خاصه بدايه ولادته كل ساعتين يبغى رضاعه، كل ساعتين وكل ساعتين. فالمراه والرجل تراهم مكملين لبعض، لكن لا احد يدخل بعمل الثاني. الله سبحانه وتعالى خلقنا كذا، لا احد يدخل بعمل الثاني. فرب الأسرة مسؤول المسؤولية الكاملة بتربية عياله أو تعليمهم التعليم الصحيح أو جمعتهم. يعني عندي عزام، عزام وجمهور الله يحفظهم، صار حين فبعض الصروات يسوونها، يعني يستغربون حتى الناس اللي حولي يقولون شلون، والله ما عمري بديت يدي عليهم، لكن يعرفون إيه لا يعني عندي عزام حركة زي الأتاري، مع أنه قرد ملقوف لو جبت لكم هنا ضربكم كلكم. بس أنا ما قلت عزام تعال هنا كذا، تعال هنا، جلس هنا عزام، تعال هناك هنا. بعدها بدقيقة انتظرب انه يسترني وسط الكف، يعني في بيننا ميانة، بس يعرف انه عزام خلاص بابا تعال هنا، انتهينا. فانت بطريقتك ترى الطفل ذكي، يعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك. الطفل يعرف، طبعا هو يقول لك البكاء لتحقيق رغبة، بعضهم يقول الطفل يبتسي عطه، انت مجرد انك عطيته اذا بتسى ترى كنت هدمت. هذا البكاء لتحقيق رغبة، اعرف اني انا اعطيك اني انا ابغى اعطيك، لكن اذا بكيت انا ما راح اعطيك، ما راح يبكي، تعود انا ما يبكي. فاضطرها لا 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 ادري الجيره والامور هذه، الجيره هو تدري اني مزين لك قهوه من قهوتي ونسيتها بالبيت، والله العظيم ما اسمع اقول لك، الجيره ما هو بس محصوره على البيوت، يمكن تذكرون جيرتها اهل حلال. صح. شو جيرتها اهل حلال؟ والله اذكر لنا ربع مجاورينهم، ما هم من بهم من عنزه، بهم من برا عنزه، انه طلعنا نخيم عوايل وكل جيرتنا جيره حلب. الله اكبر، والله عوايل ثلاث ايام بمخيمات. الله اكبر، هذا الحين مخيمنا والله ما ادري من اللي ورانا. الله اكبر، ما عاد هي مثل اول. بس مثل ما قال عبد المجيد وصاد، التمدن قتل التواصل بين الناس. من اول انت مجبور يا سعد ولا يا بندر ولا اي واحد فيكم، انت مجبور تجلس معي، لانك ما جلست معي وين تروح؟ ما في لا مقهى ولا وسائل ترفيه ولا في جوال. الحين تجلس بجوالك ان شاء الله 10 ساعات، ما عليك من احد ولا عليك من احد. يقول لك الحياء في العين، الحياء في العين، يعني انا لما اكلمك مباشر بيكون في احترام اكثر من اني لما انا ارسل لك برساله. الحين الشخص قام يستغل، يرسل رساله واتساب مثلا صوتيه او رساله كذا كلام، حتى لا ما فيها لا سلام ولا كلام ولا ما في احساس، قصدي ما في احساس، ما في تواصل جسدي، ما في تواصل جسدي. انا اذكر احمد الله يذكره بالخير، واحد من اقرب اخوياي راح بالقنصليه بالجزائر، الله يوفقه، رجع الحين بعد 4 سنوات، بس اول ما راح كنت اتواصل معاه اكثر من اللي عندي في البيت.
بالبرنامج هذا اللي يكلم فيديو ونسولف انا واشوف بيته ونسولف انا وياه تسنى انا متخبر ببدايه التواصل وانقطعنا فجاه عن بعض. ففعلا التواصل الان خرب الدنيا صراحه خرب الدنيا مع التواصل مع اهل مع جيرانك مع اهلك مع بيتك مع صار البعيد قريب والقريب بعيد. الحين الجوال ابو عزام تلقي الاخ واخواته في جروب يمكن شهر كامل ما يتقابلوا شهر كامل ما... لكن تلاقيهم على ذا الجوال يضحكون يوسعون صدورهم. لو الزين انهم مجتمعين فعلا متقابلين يضحكون يوسعون صدورهم. من هو اللي يسولف؟ ايه كل ما قربت يسولف تالفت اتابع حساب منصور القايبي يمكن تعرفونه رجل فاضل ونعم وانا انصحكم لا طلعتوا يا جماعه الخير المجتمع الان بحاجه سنابات هادفه مثلا اضحك واستانس وفي الله لكن لازم تفيد الناس من سناباتك. فحاولوا لا طلعتوا من سناباتكم تكون هادفه مو كلها تغطيات تصويرات. منصور قايبي يقول انا عندي اسبوع ساعه مع امي يوميا ما شاء الله. يقول لا من جلست يوميا قعدت تلعب بالجوال قالت لي ترى انا اتحرى هالساعه يا الله. فيقول ايش صرت؟ يقول نزل الجوال بالسياره واجي اجلس. يقول صارت الساعة لا. غير ليش كذا؟ صليفيق هذا صليفيق من هو ذا؟ صليفيق صليفيق الخنفي سالم. انا اقول وش اللي يمون هذا دخل علينا بالخبل غلطان لو جيت هنا خبل اسلم. فعاد وانا والله منكم يا مية ويا بي انا اعتذر منكم انا والله كثير اخذ اطقطق بالجوال وانا جالس عندكم فاعتذر ان شاء الله اني بتحسن ان شاء الله. والله ان منصور ذا انه بصراحه انه رجل اجتماعي جيد جدا وانا تابعته بصراحه خصوصا سوى تغطيه عن محلات الجوالات تغطيات دائما ما شاء الله ذرب رجال. انا عندي قائمه بسناب وزي ما اسوي تصفيه عندي اثنين اللي هم حمدي الحربي ومنصور. نعم ونعم الله بهم كلهم مستحيل لانه في سنابات هادفه صراحه. فوجه الكلام هذا لكم خلوا بكره تقال اسماءكم في التلفزيون ان فلان سنابه هادف. لازم يكون عندك شيء يستفيدون منك الناس فيه بس كلها تغطيات. خويي جاني خويي راح السناب الان انتقل سلام انتقل من سناب يوميات الى سناب مادة. هلا ابو مرحبتين الله يعافيك الحمد لله. والله هذا الزرب راح الشاورما قم جمعه يلا 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 حطوا غدانا حطوا غدانا. هذا 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 راح الشاورما يا ابو غربي شاورما اسمع فتح محل شاورما الرجال وصار والله صدق ما شاء الله ايش بمايونيز ايش بدون مايونيز زوله يوم جاب الغدا لي من زود حبه ما بقي بالصحن عايش اضرب من الكبسة تحت الظلالي وبالدجاجة ما نخلي عرامي من زوله يوم جاء منيف. انت شو وضعك اليوم معي؟ تبي نرنعك بهذه على راسك الحين؟ خذ مبليس يا ولد شو وضعك؟ بعدين من يبقى لك منيف؟ يبقى لك منيف؟ والله ما يبقى لي ما يبقى لك والله ما يبقى لبيه. شوف العزبة وين فوق مثل رعيها مثل رعيها دايم فوق قوم خلاص خلها لا تنزلها يا لبيه. وين الحلقة اللي وعدتنا فيها؟ وش حلقتك؟ حقت ابهاراتك وحقت اوه والله اني نسيت. تبغون الاسبوع الجاي؟ والله الاسبوع الجاي لا دقيقة الاسبوع الجاي عزم. والله يا عزم والله انه ولدي والجمهور كثير يبي لكن جيب عزام وقلنا صبر والله عيون الناس ومدري وين والله شيباني عيون يحق لهم. ولو اجيب لكم انا عاد هنا وعيته لو اجيب امشي واخليه على طاري فري. على طاري ضرب الطفل لا تضرب الولد قدام جده ولا جدته. يو ما اقدر انا يكرهونك والله ما اقدر قسم بالله ابوي يمكن يطلع عيوني كذا لو ضربته. من الولد هلا ولد السلام. هلا هلا احنا ما تعطرنا اليوم انتظرك ترى لا نسلم عليك تعطر خلاص. هلا حبيبي زين طيب شايلين لك قطر كيف الحال؟ وين راح حيه؟ شلونك؟ لا ما لقيته. طيب شو علومكم؟ الحمد لله السلامة الله يسلمك. شو علومكم؟ شو علومكم؟ صباح الخير. اسمع ايش يقول؟ شو يقول؟ اعطاك رد وافي. بخور الاسر المنتجه وين راح؟ والله اني ما ادري. اهنيك يا عبد المجيد. ما فاهم الحمد لله. ترى هو متابع. اي لا هذا هو متابع عبد المجيد. لا تو والله والله فاتك سامري فاتكم اليوم حرام والله. يلا ليش الغدر؟ انا بدن اليوم. انا اشوفكم يومين ترى تبغى غدا زينه تركم جوعانين. اليوم ما حد جوعان. اليوم شبعانين وكذا ترتيب الغداء. ايه تردعوا فيها انت. بس سالم كم بقى الا ذا؟ سالم هو اللي يرتب. سالم يا ابو حمد صينيتين بس. استاذ خلوها لان يكفينا. ها كويس لبوا الطلب. تراني انا قلت لهم البارح قلت خلاص غيروا الطبخه فجيبوا لنا حنيذ جيبوا لنا فاليوم غيروا لكم الطبخه كنوع من التجديد يعني.
لا 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 ابو غربي هذه خلوها امين ابو غربي بس خلاص خلي بكل هذا غطوها بس هذا خلاص 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 لا 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 هاك بغطى خلاص هذا خلوه تعالوا هناك روحوا ليه ليه وغيره طيب جماعه الخير المشاهدين وكل واحد يسمعنا اسمعوا عيال نبه في ناس منتقدين قناه بدايه ان يجيبون صحون ومفاطيح واسراف وتنثر لا عند العمالة ما يدرون ايش فيه هنا قلهم ادخلوا في فريق اعداد كامل في عمال قلهم هذه ما تظل هذه ما تروح صدقا دائما يوم كنا نصوم العام ونجيب اسره منتجه ما حد يصدق الاكل كثره والله ما تبقى حبه فابدا ما هو اسراف كل ما زاد الاكل لا في لها كاله هلموا هلموا سموا يلا تعالوا يلا قول بسم الله احبني لك انا احب شنو عليك قهوه وينها بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك بسم الله سلام انت فشل خلاص صالح الحلقه الجايه قصه نجاحك والله بكيفكم ما عندي مشكله انت البرنامج لا ما ادري والله انت الذا ادري والله والله عاد انا صادق اني واعدكم وكذا مهمه كثير من الشباب بينطلقون صالح يا سعد يا سوي ليش ما في اكل انت سوي لك صلوه صلوه تعال 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 اكل طيب لقمتين تشبع ايش هذا سوي دايه ليش لا ما هي لابس ما في هذا وش هو الظاهر مدفون صالح ما تبي بالعافيه والله والله الجريش والله اليوم متعمد بغير لكم الطبخه الله يكثر خيرك الله يعيننا على شكر النعمه يا خنذري يا سالم ناكل ما نبي بالوقت اللي نبي كيف ما نبي الحمد لله شكرا ما ابيك تاكل ابيك جنبي عمر تعال اخرع المعده شوي تعال جارين وابشر ابشر بعدين يا صالح صالح عليك حق يا صالح ابشر بالحق كل ما جيت شفت العربية مكتوبة كركة الزهيري وينه؟ على خشم هذا العلم ما عاد يمدي اليوم لكن المرة الثانية لازم يجهز من أول شيء وأنا بر على خشم أنا وش؟ وأنا بر يعني غصب علي الله يسعدك الله يسعدك توقع يكفي لا لا صفيت صفيت قضيت بلا نريد صب لي كوب طريقه احترافيه بحيث ما تروح ولا غازه منه عارف شلون عارفي شلون مع الجنب اي هبد مجي ابي رغوه رغوه بعد بعد داخل دخل كوب دخل كوب ايوه بدون اي رغوه خلي الرغوه هنا تصير ابي اسقط في بطني يا بيا ايوه مو كذا لا كذا هذه يروح الله يزولك شوف شوف ما في ورقه اعطني واحد زيه ابشر طيب تمزل بالجنه واحد زيه يا مدير اولا لا انت كذا خربت لانه تدري ليش ابو واحد زي لانه يمكن يذن المغرب اي والله يا ربي يزين النوم يا سعود والله انا اللي برا ما شبعت نوم والله اني قمت عشانك لا بعد روح والله زين ان شاء الله ابو عزام انا اشتكيك ابو عزام يا ربع يا ربع ابشر بالحق يا عيال انا اشتكيت زين وجت خذوا عز تعال تاخذ بورد يا لبي انا وانا متغدى هذا ايش كذا بس اللي بيجي ياخذ بس صالح طويرش وين عزبته يا محمد محمد صح سارقينها من البارح دسيد صار ضرب البارح سعود لقيت العزبه ابو فرايوه فرايوه ترى بس ابو فرايوه بالله يا ربع ما يصح الرجال جاي تدري لي خبان العزبه ها قال ابي احط لي جلسه رجع مع العمر ولا حد يتكلم وانا موجود ولا حد يشرب فنجان ام حق هواء يشرب غير لا ما قلت لحد يشرب فنجان لا قال لكم دلتين باليوم وغيرها ولا حق ذا تبي تصير عيسى انت بزيرك كنت مجبور صح ما اي حق الصلاه محمد صار انا نظارك هلا نظارك مكسوره مالي للشمسيه لا ابشر بالسعد اطلع ب 500 عيونك اليوم يا بعد راسي لا وما تقصر لكن ولا يردني الا الشرقيه فلا نظارتك ما ليش يا حبيبي قال مستشفى يقول لك الرياض قريب من الشرقيه الشرقيه حذفت عصا ثماني عيون العماني يا عليت كذا هي ولا وشو؟ ايش يقول سلطان الهاجري؟ بليت يا حلوه لازم اجيبها لك الغلا والشوق اذا واحد نسى ايش تقول له؟ عليت عليت يا ابو الغلا والشوق يبعني على الشرقيه بين تيار وبين شيء ثاني عبريت يقول لك الرياض قريبه من الشرقيه حذفت عصا على مسافه عيني
مشان غالي مسكنه عني لا اشتقت رحت على رجليري. سلطان الهاجر يقول الغلا والشوق يدفعني على الشرقيه بين تيار الغرام وبين شيء ثاني. الله الغلا والشوق يدفعني على المذنب. وارد يقول بين تيار الغرام وبين شيء كان هرنا كان الشمال بكبره تكون عندك. الله اكبر اشتقت انا لوديانها. اي اشتقت انا لوديانها ما اسهلها. شلون اقول يا جبران خلي جبران تعال تغدى لما اسمع هلا ما شفت شو اسمه الارض مربع برا شيء والله انا البادر طالع يا محمد محمد ترى ما جانا برد غير احنا بنعطيك العزبه بشرط تمشي من الحين ما قلت شيء اسبوع ذا تنتهي الله يخليك لي هلا والله هلا والله يمكن اذا بكثير ثلاث ايام كمل كمل حلها ما ادري ما بطير اقول رحمكم الله ما دعكم برد والله العام ما جانا تدري يبيعني مثلك والله اني اقول للشباب انها رحمه بهالحلب ان شاء الله والله يا العام يا جماعه متنا خلص رندات لا صدقني عندكم السعوديه يا حبيبي انت على كيفك اليومين هذه مصدقني ابو انا حاسب ابو عزاق ابو عزاق انا حاسب الله شوف حساب ادخل على الجوجل الزلات شوف وشوف كم باقي متى تنتهي ولا اكتب لا لا جوجل بس اكتب كم باقي عمر بعني انا مع منيف انا مع منيف اتوقع خلال ثلاث ايام اتوقع خلال ثلاث ايام او اربع ايام بكثير على فكره منيف باقي جانا البرد بعد عمر بعني جانا برد اللي بالشمال يوم كنا بالشمال عقب ما راح عمر بعني بشهر جانا برد اني شق الوجه احس ان جوجل ودي يقول الله يشغلكم شغلتون بالسؤال كلهم تكتب كلهم يكتبها لبيه الله يلبس اللي حطه شو بس سعد وذا وشو يا رجل هذا يا سعود هذا كان اللي تغدى يقول العشاء انت عاد الدنيا مليانه بالحلاش خلاص البرنامج هذا مطول خلاص قال لي برد يا ابو غربي ما عاد الاسبوعين الا كانك بتجيب واحده لقد احنا رايحين نسرق منها نحمل معي شنو طاقتنا عند الحطب هذا الحين ناطر احنا كم تيار في تيار لا اترك التيار احنا كم اليوم انت والله شو اسمه ميلادي أربعة وخمسة كم ميلادي احنا عيال يوهو هابر بيس هابر كلمات فايدة غير رزعج لا أعطني أعطني ست اكتب أمر بعنية طيب اصبر باقي عن الشبط كم ثمانية you don't eat every time you are باقي عن الشبط ثمان أيام وتسع ساعات واربعة عشر دقيقة وخمسة عشر ثانية ما بقول شيء باقي عن العقرب ثلاثة أربعة وثلاثين يوم رداب المربعانية أقوى شيء صح؟ من باقي ما تغدى المربعانية اللي يقول لك برد البيوت البرد بالعظم الشبط برا الشبط برد الطويلين يسمونه أي ذرة أي ذرة خلاص تدفع ما أدفع خلاص متى تطلع؟ ما عليه هو يقول أطلعك من البرنامج أبقى شهر السعودية منو ذا؟ عليه إذا ما طق الطيارة منو ذا؟ الذهل يقول ما جاء برد هنا وين البرد اللي أنت تكلم عنه؟ منيف الخنافس متى تطلع عشان العام أنت رحت المحمية سلطان يا سعود؟ جرنا خنافس العام يوم قبل شو اسمه؟ ربع ثلاث قبل شو اسمه هذيك؟ رعد الشمال إي والله أنا تعرف إي والله إي والله ربع ثلاث أزمة شوفها أزمة درجة الحرارة اثنين الساعة اللي داق الراية وزادة شوي يطير الله من أيام وأنا أسعد يقول خنافس بدها تطلع عشان تزر انك خنافس قال ابو فيصل قال ربع تهبط تشوف اللي دق الريو تلك الله لا يبيض وجهك يا مال الموت عرفت اللي دق الريو والله يا ماما واحد قص قاع في جبهته بندر يا مال العافيه يا مال الموت يلا من اللي يبي مشروب لا قدر الله في ناس حرموا هذا يقول ليش يقول انت تترع بغير رادة الله وشو شو 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 صدق في ناس حرموا هذا زي ما نقول قال ليش قال تترع العزب بغير رادة الله على طاري التوت قد صار عندي شيبانة تحدي من اللي بيشرب كرتون توت واحد الله يذكره بالخير من الجماعة شايف سوى فيها ذكي فتح العلب طال عمرك وحطها في طاسة لين راحت الغازية حسب انه حليب حبيب الغازية تعلق تهضم المشروع ويجيك يشرب لين خلص يقدح واسبوع يا حبيب العين في المستشفى اعوذ بالله كرتون شارب يا ابو وجه الله اقطع رزق ابو على ذلك المسجد محمد اذن انا كم باقي كم باقي لا اصبر ما ادري كم باقي والله الحين بالكذا انا ابغى واصد يمديك تعال
منهم 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 يلا حيه محمد ما ادري بعد المود كم سويته 25 دقيقه انا ما صليت مغرب ولا عشاء امس 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 استلمت الحين بعلق يلا وش تعمل بعلق الجد وانا مسكت الرقاص بكسب اجر يا رجب هالصلاه للحين لا مغرب ولا عشاء شلون عشان احنا مصفين الائمه والمؤذنين والاوقات يا رجال تكسب اجر بنفسك ليش اسبوعين لا انت تصلي ها ليش اسبوعين لا انت تصلي ابغى تدنى ابونا خلاص تكسب الجمعة خليك تصلي العشاء الفجر لا عقوس عقب عقب شد خاف من المساء لا الصلاة الصلاة اي من عندي اذا احد عرض ها خليه يجيني وش يقول؟ العصر صلاة عنده عينه امام امام مؤذن ولا بس امام؟ فتحي اذا صلاتك تعال تكلم غير اهجد والله صدق اي انا ما عندي صلاه انا أبدأ. خلاص اسكت اجل انا ديت يلا والله ما عرفنا عليك اسمع محمد مره بقره مره ديت مره بس ابو عزام ابو عزام محمد ايش بلاك ابو عزام ابو عزام اسمع 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 مسرحيه عند عبد المجيد الفوزان ومع محمد عثمان يمثلون انه بساس والله صحيح اي والله قال محمد زعل قال له حد يجيش فيك قال يا خالد مسرح مستك وش تطلع؟ اصلح مقره. يبكى على احمد. والله العظيم انه مقره صحيح. من اللي معي؟ المجيد، خالد الحيمين، سعد سعد. اوكي. صاحب الفكره. من اللي كان مقره له؟ بسياسه صح. من اللي انقطع له؟ خالد الحيمين. خالد. خالد. وقصدي يمكن اصواته وكذا. خالد هنا على العموم على العموم بس ولا بقره ولا كذا احمد ربك ما عندك اختبارات بس ايوه يا عيال خوفكم كم ينفعكم في اختبارات البرايم النهائي اي والله 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 كالنهار في احد الظاهر بلا سالم بسناب الدنيا وراك مليان يرسل يحظ السيارات ما عنده اختبارات صدق احنا نسينا كلمة اختبارات اختبارات والله نسينا ادعوا لهم ادعوا لهم الله يوفقهم ويسر امورهم على وجه اختبارات الحين الله انا والله عندي لهم فكره ممتازه شباب اليوم اليوم جلستكم العصر خلوا عن اختبارات كل واحد يقول تجاوب انا عندي لهم نصيحه والله العظيم نصيحه واحده وش الحين وقفنا بحنان ما بعد اكتمل كل واحد يروح يتصدق بنيه ان الله يوفقه والله ييسر امورك الله يجزاك اللي تقدر عليها 10 5 الله يجزاك خير وجرب وشوف لا خليه يدعون لها اي والله العصر العصريه تقول سؤال على الاختبار مش كل ما هنا حد مفالح ما في الا يمكن عمان ليش كلكم كويس ومحمد عثمان وصالح صالح انت فالح بالدرجه اي والله اي والله انا فالح انا كنت فالح انا ثالث ثانوي والله ما فتحت الكتاب وخير 85% انا كنت فالح وغيرت اسمي دراسه ايش رايك ها شلون والله ما فتحت كتابك انا كنت فالح وغيرت اسمي مسعود باللي صار والله انا بارك الله فيك انا ثالث ثانوي قبل اختبارات 28 يوم قبل اختبارات نهائيه 98 استغفر الله العظيم يوميا من 12 بالليل ل 12 الظهر يوميا بس ان شاء الله شارعي و... وقتها وزاره ما اتوقع انها اصعب من العلمي وين؟ شارعي صادق ولا تمزح؟ لان حفظ اي حفظ الموت انا غبي لو داري دخلت علمي العلمي فهم 90 لا ماني اسمع اي مشكله الحفظ ما تقدر ترجع العلمي لو قلت فاهم ما تقدر لو انا لاحقين على لم ينجح احد تذكرها 8 ثلاث ارباع لازم تجيبها وشو لم ينجح احد؟ والله اني اتذكر الصف كله طبيعي والله اني اتذكر تدري انا تخرجت من الثانوي اسمع اخواني في الثانوي اسمع انهم ثالث ثانوي من الوزاره لم ينجح احد الذهلي كامل الموت كله الذهلي تخرجت من الثانوي اصلا بجريده مع اعلاننا ما في من جد صح صدق شباب 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 خلنا نقول انت معلم مثلا اي واحد فيكم معلم حلو وجاك طالب في ثاني ثانوي زين ايوه ما يعرف لا يقرا ولا يكتب مصيبه ايوه وقلت انك تبي تنجح ونجحت طيب او انت معلم تدرس طلاب ثاني ابتدائي وجاك طالب لا يقرا ولا يكتب وقلت انك تبي تنجح ونجحت طيب وش اكبر مصيبه او ثاني ثانوي ولا ثاني ابتدائي
ثاني ثانوي مصيبة. ثاني ابتدائي والله ثاني ابتدائي. ليه؟ ولا الثانوي خلاص قدها وزعت. وش وزعت؟ يمدي يتعلم. لا يا اخوي يمدي يتعلم، ذا بيروح يتوظف يبلش العالم ويجيب العيد. شو اللي ثاني ابتدائي؟ شوف اللي ثاني ابتدائي بينبك معوج. خلاص مع ارائكم ارائكم. اهم شيء التأسيس. ايه. التأسيس من طيب. اذا الاساس خراب حلو هدمت البيت كله. حلو عزام يا قلبي. أنا وجهة نظري إن عنده فرصة إنه يتعلم. الثانوي يا سعود الثانوي أنا أعتبرها زي التشطيب. الدول المتقدمة يحطون دكتور وبروفيسور لأولى ابتدائي وثاني ابتدائي. هذا الكلام التأسيس داعم المعلمين الصفوف الأولية اللي يسمعون الآن تراهم في ذمتكم. لا تنجح إلا من يستحق النجاح. وحنا طبعا كنت أنا مدرس حي ما مدرس. وحنا مدرسين الثانوي كنا نعاني من الطلاب اللي زي كذا. بس ايش تسوي فيه ثانوي خلاص ما بطب خلاص لانك مشيته في البدايه وتعاطفت معاه وقلت اللي بعدي بيعلمه بالعكس فيفترض يا اخي طلاب اولى ثاني ثالث رسبه خليه مشكله بس خليه يتعلم. والله والله كثير من الاباء كانوا يجون يقول ولدي مره مثلا مدرسه وكذا ابو ودي مثلا مدرسه لي ومدرسه كويسه او مدرسه ايا كان ايش رايك شو اسوي؟ قلت اول شيء افصله. قال شلون يعيد سنة؟ قلت لي خليه يعيد سنة. أول ابتدائي خليه يعيد سنة. ثاني خليه يعيد سنة. شو مشكلة؟ خله. اسحبه من المدرسة هذه إذا ما تبيه ودخله مدرسة ثانية خله مستمع ثاني سنة. لا تستعجل أبدا أبدا. سعود خصوصا الصف الأولين. سعود في شيء بعد. شوف الحين تخرجون شوف على الجيل الثالث 99% وأنا أتحداهم إذا ما عنده خطأ في الإملاء والخط يا رجال جرة معزة. إي والله. شوف الخطوط الأولين شبانا. منشح. ليش؟ لأنه كان يخلونه يكتب 20 صفحة يا ويله ولا أول كتاب الخط أنا أنصح اللي عنده صغير بثاني ابتدائي وثالث ابتدائي يعطيه مثل كلام يخليه يردد 20,000 مرة كل يوم. ما شاء الله يا أبو غير يا عمر ها كتابة زينة أبرك من وجهك كتابة زينة كانوا يخلونه يكتبون القرآن يا شايب عمر 12 صفحة 13 صفحة من راح ها من اللي بيصلي من اللي بيذن ابذن يا رجل تسمحوا لي ابذن بدل بي عبد الله عبد العزيز كم باقي على الاذان كم باقي على الاذان هذا واضح شاي مطلوب حبيبي لبيه عن شال هذا على اساس ما يظهر واضح انه ايوه واضح انه قاعد يقول واضح انه عصير الشباب يسمونه توت يرددون توت قلت سموه كولا كولا ليش؟ لأنه هذه نبتة الكولا نعم اسم تجاري نعم نعم ولا حد يقدر يقاضيك ونعم بالأخ هاني بس إنه خلاص كولا اسمه كولا انتهت 83 يوم يا حظي توك تكتشفها عقب ما تعقدوا ايش انت لا لا ما اقدر عين انت ايش عقبه انت تصل متاخر خير من لا تصل صح انا اذا طلعت من برنامج اقدر اسوي بلوك لاي احد هنا في القناه شلون؟ الا هاني العنزي ليش؟ لا بعد 5 سنين لبيه الخميس اللي ليش القانون ابشر العقد اللي تبونه طيب اللي تقول ذا اليوم ولا الطقطق لا انا قصدي واحد من اخوياك مو انتم اعزائي واهلي واحبابي واحبابي استمتعنا معكم هذه الجمعة معنا الجمعة هذه من الجمعة هذه نسينا وضع الكاميرات يعني فليناها مع بعض أكثر تكلمنا عن موضوع الستر والفضيحة وأجرها تكلمنا عن موضوع الأسرة المنتجة الأسر أعطانا بعض النصائح الأسر طقطقنا على اختبارات شوي تكلمنا عن الجار والجيرة كلينا فراولة وحقوقهم وكلنا فراولة وتكلمنا في النهاية عن موضوع مهم تكلمنا برضو عن ال شو اسمه الآباء الحاضر طريقة التربية وتكلمنا عن الطلاب وصفوه الأولية إن شاء الله عن الستر المسلم هذا أول شيء تكلمنا ولهم بالليل هي مفاجأة وبالليل عنده يقول عندك مفاجأة شباب نقول لهم العصر عشان ما حد يروح العصر تكلمنا عن اختبارات ايش رأيكم ما مشكلة تم كل اللي يقول تجربته تدري ليش؟ مجيد في ناس تستفيد نعم. انت كيف تذاكر انت كيف كذا يمكن تفتح نور والعصر ان شاء الله الشباب يتكلمون عن اختبارات ونلقاكم ان شاء الله ما ادري عاد هذه اخر جمعه ولا لا الظاهر في جمعه ثانيه ان شاء الله نلقاكم ان شاء الله في الجمعه القادمه الشباب جالسين يطلبون قصه النجاح كيف بدايتها من الصفر الى ولله الحمد فان شاء الله الجمعه الجايه بتكون حلقه مره ثريه ومميزه
نلقاكم إن شاء الله في أوقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي إلى الأذان الآن، السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله